استحواذ للشوط الاول. كابتن انا طبعا بناء فريق عنده المهاره والسرعه عاليه جدا، كان لازم عليا اقفل مساحات الملعب كويس قوي، ان انا العب في مساحه ضيقه من قلب الملعب، يعني العب 30 يارده بس من الملعب. علشان كده قربت خطوتي كلها من المهاجم اللي هو احمد سالم صافي، من المدافعين بتوعي، بحيث ان انا اضيق المساحات على اللعيبه. انت عارف اللعيب المهاري يا كابتن لما كل المساحات وتضيق عليها يا كابتن بتحرمه من مميزات كتير جدا، وده قدرنا نعمله طول الشوط الاول. والشوط الثاني يا كابتن احنا قدرنا برضه نلتزم لغايه ضربه الجزاء يا كابتن. انا خد بالك كابتن فاروق، انا ضيع مني كنادي حرف اربع ضربات جزاء متتاليه، كان كل هدف منها كان يغير لي من سير المباراه، يعني ضربه جزاء بتضيع منك يا كابتن. بس اينو يا كابتن، هو اينو هو صاحب، يعني هو انت يعني مصنفهم، هو نمره واحد ان يشوط ضربه جزاء. انا مصنفهم يا كابتن، اينو رقم واحد، احمد صبر رقم اثنين، محمود علاء كان رقم ثلاثة. طب ايه الأربعة دي بقى؟ ايه الأربعة بتاعت اينو في ضربة الجزاء دي؟ عشان ده ما بصش على الجول. اينو كان في الزمالك، كان ضربة الجزاء في بتروجيت في الزمالك النهاردة. وانا بقول لك كابتن فاروق، فانا غصب عني لما يخش في هدف بخطأ مني يا كابتن، انا يعني خطأ سهل جدا، يعني اما اقول للاعيبتي تاخد المدافعين بتوعي ياخدوا المهاجمين بتنازل ويطلعوا بيهم على مستوى الحائط بتاعي او على مستوى الكورة، ما ياخدوهمش ويخشوا في حضن الحارس بتاعي، وبنفس الوقت لما يبقى رد الفعل بتاع الحارس عندي عالي جدا، وفي نفس الوقت ان الكوره الراجل ظهره للجول ويعمل ويلف ويحط الكوره دي، فده طبعا خطا فردي مننا يا كابتن كتمركز في الكوره الثانيه بالنسبه لنا. فعلشان كده يا كابتن لما يخش فيه هدف غصب عني، هدف زي اثنين زي ثلاثه كابتن، هو كابتن بسيوني الاستراتيجيه بتاعتي كابتن بسيوني، هو بعد اضاعه الهدف بقى في شوط ثالث، شوط ثالث تفوق فيه على نادي الزمالك على الحدود. تمام، انا قلت لك هو حبه هو حصل بسيوني. يعني شوط ثالث بقى، شوط ثالث ما بقاش الهدف يا كابتن. فاروق مجرد احراز الهدف يا كابتن، في يعني خلاص الهدف ده اطلع غصب عني، لازم اغير من الاستراتيجيه من 4-3-3 4-2-3-1، بحيث ان انا اغير تغييرات هجوميه، احاول ادرك التعادل. وده حصل ليا من كره جوه السته يا كابتن، المهاجم بتاع عبد الله ابراهيم حطها في السماء، يعني جوه، يعني انا كان انا احاول اغير من الاستراتيجيات بتاعي، لان خلاص اصبح يا كابتن انا خلاص اتدربت هدف، ودلوقتي اصبحت متاخر بهدف، غصب عني لازم ادرك التعادل، فحاولت اسعى للتعادل. فجه الهدف الثاني يا كابتن برضه بخطا فردي، فغصب عنك المعنويات بتاعت لعيبتك هبطت، من ان انت كنت المفروض تبقى متقدم بهدف لان انت متاخر بهدفين. فعلشان كده الفتره الاخيره من المباراه الخمس دقايق بتوع طبعا مع النفسيه اللي هي اثرت سلبا على كل اللعيبه. بس التغييرات متاخره يا كابتن، التغييرات متاخره. ما هو انا متاخر يا كابتن لان انا في التغييرات، لان انا اساسا الفرقه محتفظه بترابطها وتماسكها طوال ال 65 دقيقه، فمش عايز احاول ان انا يا كابتن اغير من لان انا عندي الدكه عندي كان معظمها مهاجمين، فما كانش عندي اللعيبه ان انا اقدر اغير مدافع لمدافع وسط ملعب بوسط ملعب علشان اقدر احافظ على الانضباط التكتيكي اللي كان موجود في المباراه يا كابتن فاروق. يعني اقدر اقول لك كابتن حميد في النهايه انت عملت من وجهه نظري مباراه رائعه، ضربه الجزاء كان ممكن جدا تعطيك احقيه في المباراه، كره داخل الست يارده يا كابتن، وتم احرازها يا كابتن. طبعا معنويات لعيبه تهديد طبعا صحيح صحيح، كان هيغير من شكل المباراه خالص يا كابتن مدحت. طبعا طبعا، وبعدين كره داخل الست ياردات مكانها الطبيعي الشبكه ايضا غيرت من سير المباراه. صح. احنا بنهنيك على ادائك يا كابتن حميد، ونتمنى لك اللي جاي هو شوط البنالتي بعد كده كابتن عبد الحميد. نعم يا كابتن حسن شحاته معاك حبيبي، الله يخليك يا كابتن. ارجو ان انت تستمر، ما يحصلكش احباط زي ما حصل للاعيبتك ان شاء الله. انت ماشي بص بغض النظر حبيبي عن النتائج، انت ماشي، اسمعني بغض النظر عن النتائج، انت ماشي بخطى ثابته. انا ضيع مني 4 ضربات جزاء يا كابتن حكم يا حبيبي، انا نفسي لسه قايل دلوقتي، انت بدات المباراه بعد اهدار ضربه الجزاء، انا قلت كده بعد اهدار. عملت شوط حلو قوي، عملت الجزء اللي اتلعب من الشوط الثاني بشكل كويس جدا لغايه ما ضربه الجزاء اهدرت، وبالتالي حاله الاحباط وقعت لعيبتك بدنيا، يعني مش حته تغيير ولا حته بتاع، لا انت وقعت.